معاك ياللي قلبك صافي وبريء، معاك كل لحظة يا أجمل صديق، عشان ضحكة صافية، عشان كلمة دافية، عشان فرحة تظهر في آخر الطريق. سؤالنا تجاوبه ونبدأ حكاية، وتسعد قلوبنا في أجمل بداية. جوابك يفيدنا ولو كان بإيدنا، معاك كلنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديدة من برنامج صانع السعادة. في برنامج صانع السعادة هدفنا الأول هو فعل الخير، ثم رسم بسمة على وشوش الناس البسيطة. بننزل الشارع ومعانا مجموعة من الأظرف، عشان حد ياخد مني ظرف لازم يجاوب على سؤال هسأله له، يمكن يفرح لأنه جاوب صح وفاز بالظرف، ويمكن يفرح لأنه عرف معلومة جديدة، لكن الأكيد إن الكل فرحان وسعيد مع صانع السعادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله تمام. تعرف بيك؟ ابراهيم عبد الكريم ابراهيم. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. اشتغل يا ابراهيم؟ مندوب في شركة بريد. مندوب في شركة بريد؟ اه. وصل جوابات يعني وكده؟ لا، الفيز والستيتمنت والكلام دوت. تشتغل كل يوم ولا؟ كل يوم اه. النهارده يوم الجمعة. الأجازة الرسمية بتاعتنا يوم الجمعة. كل يوم بتنزل منطقة طبعا. اه إن شاء الله. أول مرة تنزل هنا؟ لا، بنزل هنا على طول. دي منطقتي، ماسك التالت والرابع. تنزل على رجليك ولا مواصلات؟ لا، على رجلي. اللهم المستعان يعني. كل يوم بتنزل تلف على رجليك توصل الفيز والحاجات. ايوه فهم. هذا شغلنا، دي طبيعه شغلنا، بناخد الاستيتمنت والفيز اللي هي كشوف الحساب والفيز بنوصلها للعملاء. طبعا شغلانتك دي بتتطلب منك انك تبقى عارف العناوين والشوارع وكده. ده اكيد، ده اكيد يعني، لازم الواحد يكون ينزل المنطقه يحفظها في الاول. بيبقى الواحد مثلا نازل بيبقى لسه يوم والتاني والتالت وشهر والتاني، بس خلاص حافظ المنطقه، بيبقى عارف هو رايح فين وجاي منين. ليه ما معكش مثلا موتوسيكل، عجله؟ الله المستعان، الله المستعان. المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. بامر الله. الشغل في الشتاء احسن ولا في الصيف؟ والله كلها يوم ربنا حلو يعني، سواء ده او ده. احنا كشعب او كانسان يعني، لا بيعجبك شتاء ولا بيعجبك صيف، فكله بتاع ربنا يعني، الحمد لله. بتقول بتلف في الشوارع على رجليك عشان تروح العناوين وتوصل الحاجات دي، فاكيد في الشتاء بتبقى الدنيا اهدى بالنسبه. بتبقى الدنيا اهدى في الشتاء، بتلبس حاجه تقيله، بتبقى بتدفى والمشي بيدفيك. في الصيف؟ لا، في الصيف انت بتبقى انت عايز دش بقى وانت ماشي في الشارع. خلاص، عايز دش ميه عليك. تمام. ربنا يقويك يا عم ابراهيم. قول لي يا عم ابراهيم، انت بتشتغل من كام لكام؟ بشتغل من 9 ل 5. 9 الصبح ل 5 مساء. اه. بقالك كام سنه بقى؟ بقالي يعني ماشي في 8 سنه ديت. 8 سنه؟ اه. انت موظف؟ ايوه. مستريح ومبسوط في الشغلانه دي؟ الحمد لله. الحمد لله احسن من غيرها. تاخد مرتب بس ثابت؟ في مرتب ثابت وفي بدل الانتقال، والارزاق بتاعت ربنا يعني، الحمد لله. مفيش موقف غريب قبلك مثلا، حد بتوصل له حاجه معينه ما لقيتش حد، حاجه زي كده؟ لا، ده اكيد، ده وارد يعني. ممكن الواحد يروح للعميل يقول لك، يتصل بيه بالتليفون حتى ما يلاقوش موجود، بيروح هناك ما يلاقوش موجود، بيضطر يرجع تاني، بيتعامل بقى مع التاني وعلى السيستم وبتاع، وبنرجع للعميل تاني. طب ايه اكتر موقف غريب قبلك في الشغلانه دي، او شخص، اكتر شخص غريب موقف حصل معاك؟ والله كل واحد له حاجته المعينه يعني، في اللي كده وفي اللي كده. مفيش موقف غريب حصل معاك في الشغلانه دي خالص بالنسبه يعني؟ حاجه غريبه حصلت على غير العاده؟ ممكن مواصلات بتعملها فينا وبتاع كده يعني، مواصلات بس مش اكتر. طيب، احنا برنامج صانع السعاده، بنسالك سؤال لو جاوبت عليه بيكون ليك معانا جايزه ماليه ان شاء الله. ايه رايك تخش المسابقه؟ تحت امرك. لو انا سالتك وقلت لك، ما هو الشيء الذي يرتدي قبعه وليس له راس؟ لا صراحه لا. فكر سهلة. لا. شيء بيرتدي قبعه بس ملوش راس. سهلها لك يعني، هقول لك كده سهلها لك. الساعه مثلا؟ ايه؟ الساعه؟ الساعه؟ قبعة ليس له رأس.
في الحر ده وانت ماشي كده لما بتعطش بتعمل ايه؟ اه الميه 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 الميه؟ اه مش الميه بس اللي بتحط فيها الميه اللي هي الحنفيه اللهم صل على النبي الكوردير. بتشتري ايه من السوبر ماركت لما تبعتش؟ اه ازازه ميه معدنيه الازاز ازاز اه تمام. الزجاجه ليها ايه؟ بترتدي قبعه اه بس مالهاش اللي هو الغطا يعني. تمام تمام تمام. سؤال صعب ده لا لا سهل بس أنا معلش الجو حر بقى والدنيا. الله يكون في عونك. الله يخليك يا باشا. الله يقويك. تحب تريح بقى بتعمل ايه بقى وانت ماشي؟ وانا ماشي بكلم العملاء. بتكلم ايه؟ بكلم العملاء وانا ماشي. لا يعني بتحب تستريح شويه بتعمل ايه؟ بقعد على اي قهوه اشرب لي كوبايه شاي وبقوم اكمل شغلي. بس الله المستعان. ساكن فين اصلا؟ ساكن في المنيب. معاك اولاد؟ اه. معاك مين؟ معايا ثلاثه. حسام ورنا ونورهان. ما شاء الله. الكبيره قد ايه؟ الكبير عنده 21 سنه. بيشتغل؟ اه بيشتغل. بيشتغل ايه؟ بتاع فطير. فطير وبيتزا والكلام دوت. والبنت خلاص الشهر الجاي فرحها يعني 23/7 الفرح بتاعها. ما شاء الله. عندك كم سنه عمري؟ 43. ما شاء الله. جوز صغير بقى؟ اه. جوز كم سنه؟ يعني 20 سنه. 23 سنه دلوقتي يعني. جوز من هنا ولا من بلد؟ لا من البلد. بنت خالتي. شايف ان التجربه دي كويسه انك تتجوز بدري؟ والله ده الجواز ده رزق بتاع ربنا على حسب ما ربنا هو بييسر هو اللي بييسر مش اكتر. يعني انت مع ان الواحد يتجوز بدري ويخلف بدري ولا يستنى شويه؟ والله كل واحد برضو على حسب ظروفه. ما هو في انسان بيكبر مثلا كده بيبقى حالته الماديه تعبانه ما بيقدرش، انما اللي حالته الماديه كده ربنا ميسرها له بييسر على طول. بس الجواز بدري فيه فوائد كتير. طبعا. انت ما شاء الله لسه عندك 43 سنه وعندك ابنك 21 سنه وعندك بنتك على وش الجواز. ايوه ايوه. دي نعمه كبيره. الحمد لله نعمه والله من عند ربنا. يعني ما اعتقدش ان الانسان مهما عمل في حياته ممكن يعمل احسن من ان اولاده يبقوا. الانسان بيعيش مره واحده ما بيعيش مرتين يعني كل ما حاجه يعني كل ما الوقت بدري فاحسن ليك. فما تعرفش برضه العمر ده بتاع ربنا. ماشي. السعاده بالنسبه لك يا عم ابراهيم؟ السعاده. السعادة كويسة يعني مش ايه بالنسبة لك السعادة بالنسبة لك ايه؟ تتمثل في ايه؟ تتمثل حاجات كتيرة زي مثلا انك تكون مبسوط مع اسرتك وناسك وحبايبك وكده ولا السعادة في الفلوس؟ لا الفلوس ما عمرهاش ملهاش اي طعم حتى اساسا الفلوس ديت كعملة انما السعادة الحقيقية انك الناس اللي قريبة منك تحبك تحتويك انما ايه يعني ايه يعني يكون معايا فلوس مفيش حد بيحبني ملهاش لازمه. يعني انت شايف ان السعاده في حب اللي حواليك ليك وحب الاخر؟ ايوه طبعا اكيد مش بالمال. ما عمروش المال يشتري السعاده ولا يشتري اي حاجه بس مش اكتر. طب انت بقى ابراهيم ايه اكتر حاجه بتسعدك في الحياه؟ بالنسبه لك انت شخصيا ايه اكتر حاجه بتسعدك في الحياه؟ يسعدني ان الواحد وسط اهله وسط حبايبه وسط عياله دي بالدنيا كلها بس. طب ايه اللي نفسك تحققه؟ لا حلم امنيه؟ لا الامنيات كتير زي من عند ربنا. يعني ابراهيم انا عايز اعرف ابراهيم نفسه يحقق ايه في حياته؟ طموحه ايه؟ ابراهيم كان نفسه يسافر وكان نفسه يعمل وكان يعني الحمد لله على كل شيء. نفسك تسافر برا؟ اه طبعا. فين؟ الكويت مثلا. الكويت والامارات السعودية. والله المستعان. كعمل يعني كفرصة عمل؟ كفرصة عمل لأن أنا أساسا نجار فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. وإيه اللي ما خلاكش تسافر؟ الظروف الحياة والدنيا. أنت حاولت و أيوه الحمد لله حاولت وسافرت مش ما سافرتش سافرت ليبيا فترة كده صغيرة وبعد كده ما سافرتش تاني. ليه بقى؟ الظروف بقى ما بقول لحضرتك كل واحد له ظروف. ولسه إلى الآن نفسك تسافر ولا خلاص؟ والله الله المستعان لو جت مش هنقولها لا. بس نفسك عندك الرغبه انك تسافر بره؟ ايوه ان شاء الله ان شاء الله لو جت اي سفريه الواحد يتكل على الله. انت شايف ان السفر ممكن يكون فيه فرصه عمل احسن ودخل افضل؟ هو بصراحه احسن مهما يكون حتى هتقدر مثلا ايه توفر حاجه تسعد بها الناس اللي هنا اهلك وناسك وكده غير هنا اللي جاي رايح مفيش حاجه حتى تستنى. فالله المستعان.
ربنا يسعدك ويوفقك ويحقق لك كل اللي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. ليك يا باشا الله يبارك فيك. الف الف مبروك مقدما على جواز بنتك ان شاء الله باذن الله. الله يخليك يا باشا. يسعدها ان شاء الله. فيك الله يبارك فيك. وعايزكم تشرفونا ان شاء الله باذن الله. ماشي يا سعاده الباشا. مبسوط انك كنت معانا في صنعاء. الله يخليك يا سعاده الباشا الله يبارك فيك. الجائزه يا جماعه بتاعت عم ابراهيم دي جائزه من برنامج صنع السعاده. كل سنه وانت طيب. طيب يا باشا وانت طيب. السلام عليكم. الف شكر. شكرين عليكم. السلام عليكم. ما كنا نفضل لحد النهايه. ما كنا نفضل لحد النهايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اعرف بيك. عمرو محمود حامد. عمرو محمود حامد. ازيك يا عم عمرو؟ حبيبي يا باشا. انا غافر عماره في الحي الاول هنا في 6 اكتوبر وبطلع اشتغل في الطوب الاحمر، بنزل طوب تباع. انت بتغفر على العماره؟ قاعد حارس عليها؟ حارس عماره. نزلت ايه؟ وبطلع اشتغل بره. اشتغل في الطوب؟ شغال في الطوب الاحمر في المعمار، اي حاجه، اي شغلانه في المعمار شغال فيها. لما بتطلع بره تشتغل في الطوب والحاجات دي العماره بتسيبها لمين؟ لا ما انا عيالي في العماره، متجوز ومعايا عيال. معاك عليا؟ معايا جنى ومعايا عبد الله. ما شاء الله. حبيبي. كم سنة؟ 8 سنين جنى و4 سنين عبد الله. أنت أصلا منين؟ أنا أساسا من الفيوم. بقالك قد إيه هنا في مصر؟ بقالي 8 سنين في أكتوبر. كنت شغال في الفيوم حاجة ولا؟ لا الفيوم قبل ما أتجوز كنت شغال في الطوب برضه في مصانع الطوب في حلوان. كنت بحمل عربيات و تحب شغلانتك دي بتاعت الطوب دي؟ يعني الحمد لله انا طلعت لقيت ابويا شغال فيها واخواتي فطلعت ليهم زيهم. كان نفسك في حاجه شغلانه تانية غير الشغلانه دي؟ والله انا كان نفسي يعني انا حلم عمري ان انا اجيب عربيه اشتغل بيها في اي شغلانه بقى. يعني تعبت من الشغلانه دي بقالي 12 سنه شغال فيها او 13 سنه شغال فيها. شغلانه متعبه. شغلانه متعبه وعايزه صحه. وعايزه صحه. تمام. بس انت شغال وربنا مقدرك ومديك الصحه. الحمد لله. دي نعمه كبيره. طبعا طبعا نعمه لا تقدر. مش معنى ان انت تحلم بانك تجيب حاجه احسن او انك تجيب عربيه او تفتح مشروع، لكن في نفس الوقت برضه بتحمد ربنا على الايه؟ على اللي انت فيه. طبعا طبعا بحمد ربنا على كل شيء طبعا. ان انت قادر تقف وتشتغل وتشيل طوب وتطلع وتجيب لقمه حلال الايه؟ لعيالك. طبعا طبعا الحمد لله. ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله وتجيب العربيه. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. عايز تجيب عربيه ميكروباص ولا تجيب عربيه ايه؟ ولا تاكسي ولا ايه؟ والله اي حاجه بقى يعني اي حاجه اشتغل بيها وخلاص. انت اصلا بتعرف تسوق؟ انا سواق بسوق. انا اتعلمت السواقه وانا عندي 8 سنين. ابويا علمني السواقه، اتعلمت على العربيه النقل بتاع الطوب الاحمر وانا عندي 8 سنين. وشغال الحمد لله اي حاجه بسوقها يعني. وليه ما بتشتغلش سواق؟ ما معيش يعني ما معيش رخصة. طلع رخصة إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله بإذن الله. أنت بتتمنى إن أنت تجيب عربية وبتاع وكده فممكن تشتغل في نفس ال جبت عربية هطلع رخصة طبعا وهقعد بقى إن شاء الله في البلد وأشتغل بالعربية. ممكن برضو تطلع رخصة من غير ما تجيب عربية وتشتغل على العربية. تمام. بس أنا نفسي أشتغل على حاجة تكون ملك يعني تكون بتاعتي أنا. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك. بإذن الله ربنا يكرمك ربنا يعزك. شايف السعادة في إيه؟ السعادة والله أنا مش شايف حد سعيد دلوقتي. لا مش أنت شايف حد سعيد، أنت بالنسبة لك شايف السعادة في إيه؟ السعادة بالنسبة لك في إيه؟ والله هي السعادة في حاجات كتير يعني الواحد يمشي يعني يمشي سليم تحت ربنا دي كفاية. الواحد قاعد في وسط عياله برضه دي بالدنيا وما فيها. مظبوط. كل دي نعم لا تعد ولا تحصى. طبعا 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 لا تقدر بثمن. اسباب من اسباب السعاده المهمه جدا. طبعا. في ناس معاها فلوس بس معاها الصحه. طبعا. في صح؟ كتير. معاها ملايين ونايمه في المستشفيات. كتير والله كتير والله يا باشا يعني الحمد لله انا بحمد ربنا ان ربنا عطيني صحة قادر اشتغل وقادر اصرف على عيالي والحمد لله ربنا يديمها نعمة. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يديمها نعمة عليك ويحقق لك اللي انت نفسك فيه. احنا برنامج صنع السعادة بنسألك سؤال بتجاوب عليه بيكون ليك معانا جايزة مالية ان شاء الله. ايه رأيك؟ تحت امرك. بسألك فيه. في اي حاجة. في اي حاجة؟ رياضة. ماشي. رياضة؟ شاطر في الرياضة؟ يعني. متعلم ايه؟
لا انا مش متعلم، انا معايا اعداديه بس. اسالك في الرياضه ازاي؟ لا يعني في الكوره مثلا. كره القدم. كره القدم تمام. يعني هي الوحيده اللي انا بتفرج عليها يعني. طيب انا اسالك سؤال بسيط خالص كده. اتفضل. مثل بسيط اقول لك، يا بخت من بات مظلوم ولا باتشي ظالم. ظالم. سؤال صعب؟ لا لا سهل طبعا. انت كده ليك معانا جايزه مليان ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك لك. الجايزه يا جماعه، انت عندك شغل دلوقتي؟ بحب اشكر برنامج صانع السعاده، يعني ربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. ربنا يعطيني ان انت كنت معانا النهارده. ربنا يبارك لك، ده شرف ليا حبيبي. ده اللي شرفنا بيك. ربنا يكرمك. ربنا يعزك. تقريبا هم مأخرين عليك الجايزه تقريبا. راجل عنده شغل يا جماعه. حمل كم طوبه النهارده؟ ان شاء الله نزل 8000 باذن الله. نزل 8000 طوبه؟ لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدي. معايا ربنا. نزلهم من العربيه اللي هناك دي؟ الارض. نزلهم على الارض. برصهم على الارض كده جنب العربيه على طول. 8000 طوبه؟ 8. ياخدوا معاك وقت قد ايه؟ ان شاء الله ساعه. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ربنا يقويك على شغلانتك. ربنا يكرمك. اديك الصحه. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. جايزه من صانع السعاده. الف الف شكرا يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عشان تكمل شغل حبيبي. حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما كنا نفضل لحد النهاية. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتعرف فيك. سمير عبد العظيم. سمير عبد العظيم. سمير عبد العظيم مرسي. ازيك يا عم سمير؟ السلام عليكم يا باشا. منين عم سمير؟ جيزة. تشتغل يا عم سمير؟ الأول ولا حاليا؟ حاليا. حاليا سواء ميكروباص. الأول بقى؟ الأول كنت دوخ سيارات. بس الورشة بقى بساعدة بأخوها ما توفى وواحد بعيد عنها، حصل ظروف كده في الورش عندنا وسبت. كانت ورشة أخوك؟ ورشة دوك سيارات. الله يرحمه. اشتغلت بقى في الميكروباص بقى، بدأت على الميكروباص. أدينا ماشيين فيها. بس ورشة دوك السيارات دي اللي هو أنت بترش السيارات و سيارات و شغلانة جميلة جدا، سبتها ليه؟ ما هو بقى نصيب بقى، نصيب. فيها فلوس كويسة؟ الحمد لله. أنا بروح أرش العربية بياخد مني آلافات. بيحصل. هقول لك لا، بس على حسب بقى نوع العربيه وعلى حسب طبعها. يعني في عربيات بتطش اللون المتالك واللي ده بتطش العاده. شو سبتها ليه الشغلانه دي؟ نصيب. هقول لك بقى، من ساعه ما زهقت منها بسبب الاخوه توفى. ممكن توفى بسبب الشغلانه دي؟ ازاي بقى؟ احكي لي. يعني تعب فجاه منها بسبب الدوكو والبهيه البهيه دي بتتعب بقى الواحد مع الوقت والسن. هي مشاكل تنفسيه. ايوه بتتعب الواحد. بقى ما حصلش نصيب بقى وما كملتش انا فيها بقى، سبتها رحت مكمل على الميكروباص وشغال على الميكروباص. قاعدين على الميكروباص زي ما انا بقى لحد دلوقتي. الميكروباص بتشتغل عليه كل يوم؟ كل يوم زي ما احنا. بطلع ساعات اوردرات تصوير مش الكلام دوت، شغل ورادي، الشغل ورادي الكلام دوت، عادي اللي بيطلع معاك. بس شغلانه كويسه مستريح فيها؟ الحمد لله ماشيه. ماشيه والحمد لله، الدنيا حلوه. انا كنت شغال 5 سنين؟ لا بقالي كتير في الميكروباص، دخلت في حوالي 15 سنة في الوجبة دي ومعدل 15 سنة كمان. طب بقول لك يا عم سميع، انا دايما كده طول ما انا ماشي، بما انك بقى راجل شغال سواق ميكروباص، دايما كده وانا ماشي بتفرج على الميكروباصات الاقي ايه عليها ايه امثال وحكم وحاجات كده. الواحد بقى بيحاسب بقى، بيحط بقى اللي عايز يحط بوستر على اسم ابنه وعلى اسم دلع باسم بنته والكلام دوت. حافظ حاجه من اللي بيكتبوها على الميكروباصات؟ لا الحاجة. جمل كده بقول في ناس بتقول لك اكتب مش عارف رب سترك الله واسوا طريقنا لو يعني حاجات من دي يعني برضك يعني كلام دين برضك الكلام دوت يا رب لله الحمد. انما اكتر من كده ما بنكتبش. مبسوط في الشغلانه دي؟ الحمد لله تمام يعني. ان شاء الله مكمل فيها؟ مكمل زي ما انا فيها دريك على طول. جوز عم سمير؟ الحمد لله. معاك مين؟ معايا احمد وشروق. ما شاء الله. احمد قد ايه؟ احمد 6 سنين وشروق 14 سنه. بس الحمد لله عليه. الحمد لله ربنا يبارك لك فيهم. لو انا قلت لك يا عم سمير، انت شايف بتشوف السعاده في ايه؟ او بتشوف يعني ايه سعاده؟ معنى السعاده في ايه؟ لما نروح بقى بيتنا كده وفي وش عيالنا ونشوف عيالنا ونطمن عليهم ونروح لهم بالسلامه، دي اهم حاجه بالدنيا. بس يعني الحمد لله يعني السعادة ان الواحد بيروح بيته بالسلامة، دي اهم حاجة بالدنيا عندنا احنا.
طبعا تلاقي عيالك بخير مستنينك بخير و تلاقي ابنك مقابلك بفرحه و بس قاعد الحمد لله قاعد لسه على بتاعتنا. اهم حاجه نروح بيتنا المنور، واحد يروح بيته بالسلام دي اهم حاجه عندنا. ربنا يسلمك على طول عم سمير وتروح لهم بالسلامه على طول ان شاء الله. امين. لو انا قلت لك ايه الحاجه الامنيه اللي كنت بتتمناها او الحاجه اللي كنت عايز تحققها؟ بتمناها ان انا يعني اعمل حاجه لعيالي. فلوس يعني؟ فلوس بقى اسيب لهم حاجه ليهم بيت قاعدين فيه بدل السكنه والبهدله اللي واخد فيها بابا. انت مأجر؟ اه مأجر واخد ايجار. مأجر في الجيزه؟ اه. بكام؟ لا واخد الشباب 600 جنيه. بالايجار. ولسه بقى تغلى تاني عليا يعني كل سنه كل ما بتغلى. هو الحمد لله ماشي يعني ربنا يسترها وماشي الحمد لله. وانت امنيه حياتك الشيء اللي انت بتطمح ليه؟ مكان اقوم فيه عيالي مش اكتر. تعمل لهم بيت؟ اه ده اللي انا نفسي فيه. والحمد لله واحد بيشقى بعضك وبيتعب عشانهم برضه. الحمد لله. ان شاء الله ربنا يحقق اللي نفسك فيه وتجيب لهم بيت واثنين وثلاثه. يا رب يا رب. يكبروا كده ويساعدوك ان شاء الله. يا رب يا باشا يا رب. احنا في برنامج صنع السعاده بنسالك سؤال لو جاوبت عليه بيكون ليك معانا جايزه ماليه ان شاء الله. ماشي. ايه رايك؟ اوه بنسالك في ايه؟ اسال اللي تساله بقى. اسالك في العفشه بتاعت الميكروباص. ماشي. كلب والمساعدين والمقصات. مقصات ومساعدين عادي اللي انت عايزه. بقول لك مثل بسيط خالص. بيقول لك ايه؟ يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك. ملكك. صح؟ صح. سؤال بسيط. انت الان السؤال عملت لها تسالني فيها تسالني. يا مربي في غير ولدك. يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك. غير ملكك. صح. صح. ايوه صح. كده انت ليك معانا جايزه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. عايز تقول لي اي مقوله من الحاجات اللي بتتكتب على الميكروباص؟ في حاجه لفتت نظرك؟ حد كاتب حاجه على الميكروباص لفتت نظرك؟ انا في حاجه كتير جدا بتلفت نظري بس مش فاكرها. لفت النظر بس الواحد والله العظيم ما بيحطهاش في دماغه. ليه بقى؟ عشان انا بحب العبها تبقى ساده عامه. ما بحبش الفينش والكلام ده. هي على حاجه مكون عليها ساده. حاجه مكون على ده احسن. لما شغل الكلام ده شغل بقى الميكروباص الاوغر ده بتوع الاوغر بيحملوا اوغر والكلام دوت. انما احنا شغل وضعي دي ما بنحطش اكتر من كده. شركة بتاع بس نحس احط اسم الشركة اسم لوجو مش عارف ايه بس اسم المكتب بتاعنا ابو جديدة الكلام دوت الحاجات دي بس اللي بتتحط على الارض انما نحط اي اسم تاني دلع والكلام دي لا ده اللي بتاع الميكروباص بقى اللي بيحط راس الاجرة بس تمام ماشي يا عم ماشي مبسوطين ان انت معانا في صنع حبيبي يا باشا ربنا يخليك الجايزة يا جماعة بتاعت عم سمير دي جايزه ماليه من برنامج صنع السعاده تسلم يا باشا عشان اسمه ايه صنع السعاده وابنك اسمه ايه احمد عشان احمد وايه وشروق ان شاء الله سلمنا عليهم السلام عليكم معاك ياللي قلبك صافي وبارئ معاك كل لحظه يا اجمل صديق عشان ضحكه صافيه عشان كلمه دافيه عشان فرحه تظهر في اخر الطريق سؤالنا تجاوبه نبدا حكايه وتسعد قلوبنا في اجمل بدايه جوابك يفيدنا ولو كان بايدنا معاك كنا نفضل لحد النهايه